دكتور بعد التحية، أهلا وسهلا. أهلا. كيف قرأت إعلان المنامة الصادر عن القمة العربية، وكيف يمكن أن تستغله السلطة الفلسطينية لإيقاف الحرب بغزة؟ يعني بمنتهى الصراحة الإعلان هو أقل مما كنا نتوقع في مستويات كثيرة، في جهات كثيرة. صحيح أنه الموقف العربي موقف داعم للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، لكن هناك أشياء وتحركات وخطوات كان لابد من بلورتها بشكل عملي في هذه الفترة. حجم الدم المسفوح في قطاع غزة وحجم التضحية وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني كان مواقف أكثر كثير، مواقف وإجراءات، ليس فقط اتخاذ قرارات على مدى عقود. الدول العربية اتخذت قرارات مختلفة، كنا نأمل أن تجد هذه القرارات طريقة إلى التنفيذ على الأقل، في بينما يواجه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية حصارا ماليا كارثة من الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وما يزيد من حالة من الصعوبات التي يعيشها. حتى هذا الموضوع تم تجاهله في إعلان المنامة، ولا يبدو أنه سيجد طريقه نحو التنفيذ قريب. هذا شيء مؤسف. نأمل من الدول العربية أن تتخذ إجراءات حقيقية باتجاه نصرة القضية الفلسطينية، وليس فقط قرارات نظرية تطوى في الأوراق وتصبح طي النسيان عاما بعد عام. قرارات مثل ماذا؟ على الأقل استخدام لغة مختلفة مع الإدارة الأمريكية. الجميع يعرف أن 90% من أوراق التأثير على إسرائيل إن لم يكن 100% هي في يد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بكل بجاحة بعدوانية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الشعب الفلسطيني، وتدير ظهرها للدول العربية وللأمة العربية والإسلامية. دكتور محمود، أن تخاطب أو المخاطب الإدارة الأمريكية بلغة مختلفة، على الأقل إن لم يكن لغة القوة واردة فعلى الأقل لغة المصالح.